السلام عليكم، صباح الفل. عاملين ايه؟ معاكم اخوكم احمد كمال. ده فيديو سوق الجمعة بتاع كلاب الجلد، جريت دان وبيتبول، وهنتفرج على شوية حاجات كويس. في البداية الاول لازم هنصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام. حرك شفايفك ما تكسلش، ولا افضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نتفرج على الكلاب الجلد كانت عاملة ايه في سوق الجمعة. قص جريت دان. عائلة صايعة جدا، خلي بالك متقربش. في كلاب حراسة، مربوطين على سلك. بص على الرقبة، مربوطين على سلك، يعني ممكن السلك يتقطع لو الكلب اتعصب، تلاقي الكلب بيجيبك من ايدك، مش هيسمي عليه. بكام الدوس على بعض؟ 8 8 8000. طب هات رقمك. طيب مش حافظه. زيرو 12 زيرو 2 3 2 2 0 40. تمام. النتاية دي تري كولر. ايه يا عم كلاب شيه ده، في ايه؟ فجعتني، يخرب بيتك. عندها قد ايه النتاية دي؟ ده عندها سنتين. سنتين بس. دي بولي مقاس بولي مايكرو، وده اكس لارج، يعني بولي بولي يعتبر اللي هو امريكان بولي. امريكان بولي اكس لارج، مقاسه حلو ولا غلبش. دي مايكرو، هي حامل ولا هي شايله؟ اتباعها بكام؟ عايزها 2000 جنيه. طب ممكن، هو صعب، انا عايزها تتحرك بس. شوف جسمها، شوف دنيتها، يا لهوي. هتطلع هتطلع، استنى بس نشوف النصيبه دي. ما شاء الله عليك. فرهدوا من الصبح. الشمس متعباهم. هي دبابايه بتعود. جابتني من ايدي، مش لا، ما انا من بعيد لبعيد كده يعني. تري كولر لسه شاريه ده. بص ده الدك، هو النتاية بقى. ولا خلي بالك، خلي بالك. اربطها. طيب اربطها، خلينا في الدكر نبص عليه. بص الدكر ده مقاسه كويس. قولي تعالى، بقول لك ايه، حرك له الدكر كده، خليه يشوف جسمه، حرك له الدكر، خليه يطلع جسمه. عنيدة بكل زينة. بس عيب، قليل الأدب، سافل. بس في كفوف حلوة، دماغ كويسة، جسمه جميل. هو لو في ولا كلام على كده كلبش، تبا انه كلبش فعلا. كلبش ضعيف، خليك ماسكه. فرس فرس طلع عين امه. هو لا مضربوش مضربوش، سيبها له خلاص، سيبها. كل 5 دقايق واحد ينزله، يقعد يلعب خشبتين وبتاع وكده، فاهم؟ قلبها تقع من على التروسيت.
هات رقمك. طيب 012 0 28 48 8 6 6. شلو بس اللي هيجي يشتريها هيشتريها على الصنار. متجوزة من انهي دكر؟ من الدكر ده؟ متجوزة من الدكر ده هي؟ في فيديو للجوازة. في فيديو للجوازة؟ لا اسوأ كام ده؟ النتائج احنا قلنا الدكر بكام؟ بثلاثة والنتاية بألفين باللي فيها. ماشي السلام عليكم. جمجمة حلوة اكس لارج بس مضاربات الكلاب مشوهات. بكام ده صديقي؟ بألف ونص. روح كده. ايه الصيعة دي؟ مش عارفة ان انت شوى قديمة. بألف ونص خسرته في السوق. النتاية دي معاك؟ ماشي هات رقمك. طيب 012 2 6 2 6 2 4 3 4 1 2 1 2. امسك السمبا فوق السمبا فوق. ما اضربوش هوشه بس. مش عارف ولا السمبا فوق على غدا على فوق على غدا على السمبا. يا حجم حلو بيقول بكام يا صديقي؟ بثلاثة. في كلام تاني؟ ماشي هات الرقم. طيب هات الرقم. 012 06 06 27 27 23 23 27 27 اكسسوارات. حاجات مستوردة وحاجات كويسة. من عايز اي حاجة هجيب لك الرقم على طول. اسأل عن السعر شوف اللي انت عايزه متاح. كل اللي انت شايفه ده. في حاجات تانية برضو بالطلب لو انت بتدور على حاجة معينة. تمام. كرياتيف قوي العطارة دي. اديني الرقم. جيب كام دي؟ جيب كام دي؟ 50. وفي بقى طبعا اسعار للجمله. اسعار تانيه للجمله ماشي. طب دي بكام دي؟ 75. 75 عدادة. اه من عارف 75 جنيه ماشي. الرقم كام؟ 012 2 4 4 6 9 0 8 2 8 2